اختي كبار هانتوما تبارك الله شادين ليا جوج ديال يديا هانتوما نتوما البنات الملوي كي تيجي شوف مفرق ها وهشيشه هانتي اختي هشيشه سلام البنات كي دايرين بخير اش اخباركم نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله اليوم البنات وانا جالسه غادي نصيب لوليداتي المسمن ديال الدقيق الكامل مهم غنصيب لهم سمنات ولا هذاك الملوي ولا مهم باغيين باش يديروا الكاسكروت وتفكرت متتبعه قالت لي اختي ضروري شاركي معنا المسمن اللي درتي في الكوموند ان شاء الله انا غادي نشارك معك اختي دابا هانتوما المشتا كلشي هنايا غادي نشارك معكم البنات وخليكم معايا الفيديو غادي يعجبكم بزاف ويلا اختي نديروا المسمنات المهم نتمنى تكونوا على خير وبخير البنات وشكرا لكم بزاف بزاف على التتبع ديالكم على التعليق ديالكم على اللايكات ديالكم على الكلام ديالكم الزوين ولهلا يخطيكم البنات وشكرا شكرا بزاف للناس الجداد اللي دخلوا وثقوا فيا وثقوا في القناه نقول لكم شكرا لكم بزاف نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وان شاء الله المزيد من الحاجات اللي هي زوينه المزيد من الفيديوهات المزيد من المواضيع اللي هي اللي غادي تكون ان شاء الله كتهمكم وكتفيد الناس لا بالنسبه ليا حتى انايا نبحث على الحاجه ونوريها لكم لا بالنسبه لكم حتى نتوما نتبادلوا الاراء علاش لا المهم خليكم معايا اختي دابا غادي نمشي ندير اختي مسمنات لوليداتي يلا هنايا اول حاجه البنات باش كندير التخليطه ديال المسمن باش كندهنوا كندير هنايا الزبده الزبده رانا وريتكم النوعيه اللي كنستعمل الزبده وهنايا درت واحد شويه ديال الدقيق ديال النخاله ها هو البنات هذيك القشره ديال النخاله هي باش غادي نصيب حيت الدقيق اللي غنخدم به الدقيق الكامل ودرت اختي واحد المعلقه كبيره عامره ديال الخميره ديال الحلويات وغادي نعجن هادشي مزيان باش هو اللي غادي ندهن به المسمن ديالنا صافي هذا البنات هو هذاك القشره ديال النخاله هي هادي انا غادي ندير لهم اليوم المسمن بهذا الدقيق الكامل ضروري غادي نخلط معاه شويه ديال الدقيق غير ما نكثرش منه بزاف والزيت البنات للتوريق طبيعه الحال البنات الدقيق اللي غنخدم به هو هذا رانا صورته لكم ديك النهاريات هذا راه الدقيق الكامل ديال القمح هذا ديال القمح هانتوما البنات ضروري البنات نغربلوه واحد شويه ضروري من التغربيل في الطحين حيت كيكون هنايا في الخنشه وتيكون في الكرتونات هكايا راه ضروري من التغربيل هانتوما البنات انا راه درت منه كيتحيدو حتى داك الكويرات شفتو هانتوما كيتحيد كاع داكشي اللي فيه الكويرات ديال الطحين غادي ندير هنايا شويه ديال الملحه ضروري ما غادي ندير البنات لا سكر ولا عسل ولا حتى حاجه بغيتو ديروه اختي السكر ولا العسل ديريه المهم انايا ما كنديروش على قبلي حتى انايا باش ناكل شويه انا البنات درت هاد النخاله هادي غادي صافي وغادي نخلط بالماء بارد ها نتوما الماء بارد الخميره ما غاديش نديرها في الدقيق حتى حيت انا نديرها مع الزبده غادي يخمر ليا الدقيق بزاف ما غاديش يجي مزيان صافي وغادي نخلط اختي العجين ديالي بحال هكايا بيديا نيت هذه ما هي شي كوموند هذه غير الماكله ديال وليداتي وديالنا حنايا في الدار غادي نخلطها غير بيديا صافي نخلط العجين ديالي راه عادي جدا الاخت اللي طلبت مني المسمن بحال هكا ديال الدقيق الكامل راه عادي جدا عادي بحال الا كتعجني بالدقيق بالدقيق العادي يعني بالفينو وبالفورس غير هو كيجي اللويين شويه مبدل تيجي مبدل وكيجي عاوتاني زوين يعني كيكون الاكل ديالو تيكون حسن من الدقيق البيض هانتوما البنات العجينه كي كتجي شويه قاصحه شويه شاده في راسها غادي ندلكها شويه مزيان بيديا وندهنها بالزيت صافي ندير غير بحال هكا غير ندلكها شويه وغادي ندير ليها شويه ديال الزيت نغطيها بالميكا غادي تبقى مزيانه بيد ما تطلق باش تجيني ساهله في الخدمه صافي غادي ناخذ هذا المول هذا ديالها
ندير له شويه ديال الزيت بحال هكا ونحطها ندهنها حتى هي ندخل ليها الزيت هانتوما صافي غادي نغطيها بالميكا ونخليها ترتاح هنا البنات بيد ما يتقاد ليا العجينه ديال المسمن هنايا راه ديجا عجنت البطبوط خديت هنايا غير الطحين العادي شويه ديال الفينو وشويه ديال الدقيق البيض مع الخميره ديال الخبز شويه ديال الملحه وشويه ديال الزبده واحد المعلقه ديال الزبده وعجنت بها البطبوط ديالنا المخيمرات ها هما راه خامر دابا غادي ناخذ الكروسو دغيا ونطيبو هانتوما خامر البنات شوف كي داير شوف كي دايره العجينه خامره ومشبكه نسيت البنات ما قلت لكم درت معاه واحد شويه ديال النافع غير شويه ديال النافع حبيبات كيجي فيه لذة زوين صراحه ومزيان حتى الوليدات بحال هكايا ياكلوه بشي حاجه زعما معجون بشي حاجه اللي هي مفيده صافي غادي نقادو دغيا كويرات نقرصو ونطيبو هو الاول على العجينه البنات كنديرها خفيفه بحال هكايا ها نتوما كنديرها خفيفه ديال البطبوط باش كيجيني خفيف صافي غادي نبقى نقادو نقرصو عاد ديك الساعه غتشوفوا ملي غيطيب غادي يجي خفيف كيف ما هكا معجون نقطعهم بحال هكا صغيورين هانتوما البنات ها هو النافع الحبه ديالتها حبيبات النافع تيجيو زوينين مع البطبوط نقرصو مزيان بحال هكا ونحطو يخمر واحد شويه ما يخمرش بزاف حيت اصلا خدا الخميره ديالو صافي نخليه يخمر غير شي شويه المقله ها هي كتسخن صافي ونبدا ان شاء الله نبدا نطيب فيه صافي البنات هذه هي اخر وحده وبديت كنطيب فيه شتي جيت فين سالي اخر وحده في التكراس حتى غادي نبدا نطيب في البطبوط ما كيبغيش يخمر بزاف الا خمر بزاف صافي كيجي كله مدقص من الداخل كندير له هنايا شويه ديال الزيت انا هذا بغيتو ما يجينيش ناشف بغيتو يجيني شويه داير ميدم وكيبري من الفوق من الوجه ديالو بحال هكا غير يبدا يتنفخ وغادي نقلبو هانتوما البنات شوفوا ها هو بدا كيتنفخ غادي ندير ليه دابا بحال هكايا باش يبدا يطيب ويتنفخ ليا من الوسط انا مقابله اختي البطبوط هو ما كيبغي تبغي المقابله ماشي تحطيه وتمشي تسدهي عليه مشالك خصك خص ضروري نبقاو بحال هكا ندورو فيه ونقلبو على الوجه ديالو بجوج ها انت اختي هاك هو بدا كيتنفخ شفتي وهذا هو بقى مره مره هكايا نبرك عليه من هكا من الجوانب ديالو باش الا كاين شي هو تيرجع للوسط وكيتنفخ من الوسط شفتي ها بحال هكا انت اختي هكا نبقاو نديرو ليه ندوروها ونحركوها باش تطيب مزيان وما تحرق ليناش ماشي تبقى طايبه قاصحه فهمتوني عاصيه لا تطيب وتطيب الوجه ديالها يكون رطيطب وزوين
ها نتوما شتي راه هي كتنفخ، ها نتوما اختي كي دايره شتي، ها هي ورطيطبه، ها شوف شوفوا التفويها كي دايره، ها انت اختي، ها نتوما نحيد المراه ندير لها شويه بحال هكايا من هنايا، وغندوز اختي معكم دابا اشنو؟ خليه مسمن شويه العجينه تطلق مزيان، غادي ندوز اختي ندير واحد الكيكه ديال الدار، الكيكه اللي اليوميه غادي نصيبها معكم دابا، يا ربي تصدق ليا انا غنقول لكم علاش، يلا خليكم معايا. دابا البنات الكيكه كما قلت لكم هذا اختي هما المقادير، ها هما اختي سهله بسيطه، مقادير موجوده اختي في كل بيت، وانا اختي راه مازال كنطيب في البطبوط ديالي. المهم اللي غادي نحتاج البنات غادي ناخذ العبار بالكاس ديال العنبه اولا اي كاس عندك في الحجم ديال الكاس ديال العنبه، الكاس عادي الكاس اللي كنشربوا به اتاي ولا قهوه، المهم الكاس اللي هي الشكل ديال العنبه باش ما يتخربق لكمش العبار، هو هذا كاس ممتلئ ديال الحليب اللي يكون دافي، يكون دافي البنات ما يكونش بارد من الثلاجه، ما غاديش يعطيك المذاق ديالو زوين في الكيك. كاس ديال الحليب دافي، غادي نحتاج كاس نفس الكاس العبار ديال السنيده ديال السكر الخشن، نفس الكاس ديال العنبه ديال السكر الخشن، كاس الا ربع، كاس الا ربع، ها نتوما كاس الا ربع، هذا الربع هذا ما عامرش، الكاس الا ربع ديال الزيت، عندي ثلاثة ديال البيضات، سكر هذا فاني سائلة ولا سكر فاني اللي عندك، إلا عندك السائل أحسن، ورشيشة ديال الملح، غادي نخلط أختي كلشي في الخلاط الكهربائي، أولا ديريه حتى بالباطول أولا بيدك، ما كاين حتى مشكل، غير هادي مولينكس سهلة، سهلة وكتخلط لك الكيكة من داك الشيء، عاد غادي ندير الدقايق وغادي ندير الخميرة ديال الحلوة، دابا غنمشي معاكم بالتدريج، غادي ندير دابا، غادي ندير كلشي في خطرة. غادي ندير الحليب بسم الله، غادي نضرب كلشي في خطرة، سكر سنيده، غندير الزيت، غادي ندير ثلاثة ديال البيضات بسم الله، الأولى بسم الله، ها الثانية بسم الله، ها الثالثة، غندير رشيشة ديال الملح بركة، وندير قطرات ديال السكر ديال قطرات ديال الفاني سائلة، صافي البنات هاهي الكيكة تخلطات، ما وسخنا يدينا ما جبدنا قوة الماية لا والو، مولينكس كتصيبها لك من داكشي. غنمشيو دابا اختي نديرو عليها الدقيق والخميرة، غادي نخويها هنايا في هاد البول هذا، وغادي ندير اختي الدقيق دابا، غادي نغربل عليها الدقيق على حسب الخليط، على حسب اختي الدقيق كيفاش عندك، ما نقدرش نعطيك القياس اكزاكت ديال الدقيق، غادي ناخذ اختي معاك العبار بشويه بشويه حتى نجمعوا الكيكه ديالنا وندوروها بهاد اليديده هادي ديال الخشب، بسم الله، صافي بحال هكا حتى نجمعوا العجينه ديالنا، نكتبوا بها رقم 8 ويبقى مرسوم وواضح، ندورو غير بشويه باش ما يتهرس ليناش هذاك الخليط ديال البيض، زدت شويه ديال الدقيق، وانتوما اختي انا خلطت دابا الكيكه ديالي صافي، هذا هو التكستور ديال العجينه، ها انتوما شفتو انا كنرسم بها وكتبقى حابسه، ها انتوما غادي نزيد عليها جوج خنيشات ديال خميره الحلويات، الا عندكم بحالي هكا غندير انا فيها اختي جوج ديال المعالق كبار، بغيتو تغربلوها حتى هي غربلوها، اما درت الاولى ليا بلا تغربيل معليش، صافي راه باقا جديده ما فيهاش الكويرات، صافي ونخلط دابا نيت الخليط ديالي ديال الخميره
ونوجد المول اللي غادي نحط فيه هاد هاد الكيكه هادي. انتما البنات خديت المول بحال هكا بحال الشكل ديال هذيك مسكوته ولا بسبوسه، دهنته بشويه ديال الزيت وشويه الدقيق البيض صافي. وغادي ندير عليه هاد الخليط ديال الكيك، نطلعوا الكيك ديالنا بحال هكا. شفتي خليتها حتى ارتاحت وحتى تنفخات واحد شويه، قضت فيها هذيك الخميره، عاد بديت درتها في المول. هانتوما البنات قديتها و ندير لها نضربها بحال هكا، الا كان شي هو يخرج باش تجي مزيانه مقاده صافي. ايوا يا البنات، انا دابا غنقول لكم علاش قلت لكم قبيله يا ربي تجيني مزيان. يا اختي ما شكيت عليكم، ما شكيت عليكم اختي. خسر لي الفران اللي كنطيب فيه الخبز ونطيب فيه الحلوه ونطيب فيه كلشي، خسر لي ما بقاش كيسخن. واخا نشعلو نخليه صافي بحال الا خسر، ان شاء الله الا ما تصوبش غادي نبدل، غادي نبدلو هذه كامله، الكويزينير كامله، البوطه كامله هذه البنات، هذه البوطه كامله حتى تبدل حيت فيها فاش كاين الفران. فهذا البنات عندي سنين، ست سنين وهو عندي، شاريين وهو عندي، والله العظيم دابا عاد كتب عليه. بديت كنجبدو كنطيب فيه، كنحطه في الكراج ملي كنحتاجو كنجيبو باش ما يزيدش عليا هذا الباكاج. صافي دابا انا سخنته على درجه الحراره 350 صافي، وغادي ندخل الكيك ديالي باش يطيب ليا من تحت يطيب. صافي غادي نسد عليه ونخليها تطيب حتى توجد. وها نتوما معايا، يا ربي اختي تجي مزيان. شوفوا كيما جات، غادي نوريها لكم. الخليط راه مزيان، ديروها راه مزيان. انا هاد الكيكه دائما تنصيبها غير هي في هاد الفران، ما عرفتش واش غطيب ليا مزيان وطلع اولا لا. صراحه الله هي هادي، داكشي علاش قلت لكم ما عرفتش كي غتجي. ايوا حنا في يد الله. ايوا اللي كنت خايفه منه طحت فيه. شوفوا اختي تحلت ليا الكيكه، حيت واقيلا كنت مجهده عليها بزاف. ها نتوما كنت دايراها في 350، دابا نقصت منها ودرت لها 325. هذاك الشيء علاش واقيلا كانت سخونه بزاف. انا مولفه كنطيب الكيك في هذا الفران هذا القديم البنات في 350، كيطيب زوين كيطيب واعر، ولكن واقيلا هذا مجهد بزاف. هذاك الشيء علاش، معليش البنات معليش. انا قلت لكم كما غادي تصدق ليا في هذا الفران غادي نشاركها معاكم. واللي عندها البنات هاد الماركه هادي، شنو سميت هاد الماركه؟ اوستر. هادي اوستر اللي كاينه البنات هنايا في امريكا وعندها هاد الماركه هادي ديال الفران. اختي تقول ليا على شحال كطيبي الكيك واش كطيبي فيه حتى الخبز ديال الدار، حيت بغيت باش نطيب الخبز. وعلى شحال الخبز 350 واقيلا غادي يقصحوا ليا على ما كنظن. والكيكه على شحال باش كطيبيها اختي؟ العجينه ديال المسمن ها هي، شوف كي تجي انت اختي. شفتي هذوك الحبيبات ديال الدقيق، الدقيق الكامل. مهم دابا غادي نقرص المسمن ونطلقو ونقادو معاكم. هو الخليط البنات ديال الزبده والنخاله والخميره ديال الحلوه، غادي نخلطو غير بحال هكا صافي. هو باش غادي ندهن المسمن ديالنا. نبدا نطلق اختي الكويرات ديال المسمن. بغيتي ديريها مسمن، بغيتي ديريه ملوي، كيما بغيتي خدميه، كيجي زوين جميع الحالات كيجي مزيان. نطلقوها مزيان بحال هكايا حتى تبان لينا العجينه رقاقت، الجوانب باش ما تبقاش هي العجينه مجموعه لينا من الجوانب ويجينا مدقص. انا البنات كنطلقو بالزيت، ها هو الزيت بوحديتها. هكذا ناخذو الزبده، الخليط ديال الزبده والنخاله بحال هكا صافي. وندير على شكل مربع المسمن العادي، على شكل مربع. انا هادو البنات بغيت نديرهم ملويين. غادي نعطيكم طريقه سهله، كيجي زوين كيجي بحال داك المشلتت.
كيجي رائع. تبغيو ديروا 3 4 د الكرات على قد الملوي هذا، على قد المقله ديالتكم. انا دابا غادي ندير غير 2 ديال الكويرات في ملويه وحده. هانتوما هذه كبيبره شويه على هاد الاولانيه، غادي نطلقها. غادي نوري لكم دابا الطريقه كيفاش صافي، ونكمل الخدمه ديالتي حتى نسالي ونوري لكم هذا الشكل النهائي ديالهم. ناخذ اختي الزبده عاود، الخليط ديال الزبده، غادي ناخذ هذا المربع الاول بحال هكا، واللوي بحال هكا يا من جوانب. البنات ما نمشيش من هنا، نمشي من هذا القنت هذا ديال المربع، من هنا غادي نجمع بحال هكا باش يعطيني على شكل دائري. شفتوا بحال هكا، ولويها بحال هكا، نحاول باش ناخذ الشكل الدائري ديال العجين بحال هكا. البنات لوي جميع الجوانب، ها نتوما لمطها. الا كتعرفي تلمطي الوسايد وتلمطي السدادر، هذه هي الطريقه ديالها. هكا يا البنات، ونجمع ونخلي العجينه رقيقه من الجوانب. ها نتوما ها هي، انا حصلت على واحد الكويره. ها نتوما بغيتو ديروا حتى 3 حتى 4 د الكرات، ديروهم شحال ما درتو د الكرات، شحال ما كتجي كديك الملويه ولا ديك المشال تيت كبير. صافي غنخليها هكا ترتاح. ندير معكم وحده اخرى ولكن غادي نسرع الفيديو. ها نتوما البنات سهل. غنبدا نقص البنات هاد الملويات هادو اولا الميشاتيت. هانتوما غادي ندير له بحال هكا، نحاول نخليه شويه غليظ باش نتغلب عليه، نحطو في المقله بحال هكا، عاد نبدا نقادو. هانتوما عاد نبدا نقاد فيه من الجوانب مزيان، نقرصو مزيان من الجوانب باش يشد ديال الفورمه مزيانه والعجينه ما تجينيش هي مدقصه. صافي انا هكا كندير له. هذه البنات هي الطريقه ديالتي، وكتجي زوينه، كيجيو فني، كيجيو واعر يا البنات. صافي بداو كيتنفخوا دغيا دغيا، كتنفخ ما نخليهاش تتشد راسها دغيا، ونقلبها بحال هكا. شفتوا البنات اللوين كي تيجي؟ ها نتوما اللون ديال الدقيق الكامل، يعني اللي تيكون اللون ديالو بني، كيجي زوين في المذاق وزوين حتى في اللون. والمليويات ديالنا يا اختي ها هما وجدوا، جاو واعرين. دابا اختي غير شي بريريت ديال اتاي ولا شي كويس ديال القهيوه وندير ليهم الكوتي. كلشي واجد صراحه، كلشي واجد. المهم
هنا صافي ها هي الملويه سالات، نوريكم كيفاش كندير ليهم في الاخير. خلات تنفخ شويه ونوري لكم كيفاش. ها انتم اختي صافي كنحيدها، ها كنحلها بحال هكا. صافي ها انتم اختي باقي سخاني. ها انتم شتي كي تيجيو، ها انتم اختي كبار، ها انتم تبارك الله شادين ليا جوج ديال يديا، ها انتم شادين ليا جوج ديال يدي. ها انت اختي، ها انت تبارك الله ما شاء الله جا غزال. ها انت يا اختي، ها انت يا محمرين، ها انت جا رائع. ها انت يا اختي هاهما كيتلواو، ها انت يا شتي، ها انت هاهي تطلقات شتي كي تيجي. ها انتوما نكمشها، هاهي تطلقات شتي كي تجي اختي زوينه. انا مزوينات اختي، ها انت شوفي، ها انت رائع. ان شاء الله نتمنى تجربوا هاد المليويات ديالي وجاوبوني اختي في التعاليق. كويس ديال اتاي، ها انتوما اختي كاسكروت ومسيمرات مخيمرات وكيكه. المهم البنات الله يجعل البركه، الوليدات فهاد الوقيته كيبغيو ضروري ما ياكلوا شي حاجه، وضروري حتى انا ما نديرها لهم، ضروري ما ندير لهم هكايا البيض. الله كويس ديال اتاي نكبلي كتسمعي. بسم الله مصطفى امين، يلا اجي تشرب اتاي. يلا داكشي هي راه كتجي زوينه، غير كيف ما قلت لكم اول مره غنطيب في الفران ما عرفتش ليه صراحه القياس ديالو ديال الطياب. القطوه بحال هكايا كتجي بحال هكا صغيوره طريفات صغار، كتجي رائعه في المنظر. ها انت اختي، ها انت شتي كي تجي، ها انت ايوا واخا حشماتني. يا الكيكه البنينه راه كيحشمتي بينا. نتوما البنات الملوي كي تيجي شوف مفرق، ها مفرق. ها نتوما اختي شتي، ها انت اختي ديري غير ديك الطريقه اللي وريتك راه كيجي رائع رائع. سمنات البنات ها هما، ها نتوما الضبوط حتى هو ولا المخامر. غادي نديرو مع شويه ديال زيت العود. هذه الكيكه يا البنات، ايوا اختي الكيكه عرفتي شنو الكيكه دارت ليا ما كدير لينا مع الضياف. شتي كتكوني كديري الكيكه كتطلع لك غزاله ملي كتكوني غير بوحديتك في الدار. ايوا اختي وملي كيكونوا جايين عندك الضياف هذا كتطلع ولا كتهبط ولا مهم ولا كتخرج ديال الكش كما وقعت لي انا. ايوا اختي اش غادي نقول لك، هادشي اللي دارت لي الكيكه اليوم معاكم راه هو اللي دارت لي كدير مع الناس مع المراه اللي كانوا جايين عندها الضياف. ايوا هذا ما كان اختي اليوم، اختي غنيت عليها ديك الاغنيه الشهيره ديال تاع الكيكه البنينه راكي حشمتي بينا، والكيكه البنينه راكي حشمتي بيا. والله العظيم انا من قبل نغني فيها. ايوا مزيان. المهم البنات زويته بلديه، هذه شويه ديال زويته ديال الارقان تعجبني هكا ندوز بها الخيمرات صافي. وحليوات ها نتوما، هذا الصابلي اللي كنت درت، هذا الصابلي مع العجينه ديال اللوز، وهادو البسكوي مملح، هاد البسكوي هادو مملحين، هادو غير شريتهم، هادو شريتهم، هادو هما اللي كنت درت شحال هادي. ايوا اختي الزيتون مشرمل ديال المغرب وزبيده اتاي، وهادي الزبده ديال الكاوكاو، هادي كيبغيوها وليداتي تياكلوها حتى هي صافي. والشكلاط ايوا اختي، هذا هو الكاسكروت ديالنا. نتمنى اختي هذا الروتين اليوم يعجبكم، نتمنى يا ربي يعجبكم، وشكرا لكم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم وعلى الاراء ديالكم على
التعاليق ديالكم الزوينه واللي الله يخطيكم عليا البنات. شكرا لكم بزاف بزاف، نشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله تكون شي حاجه زوينه، شي حاجه رائعه، شي حاجه ديال الطاقه الايجابيه. وشكرا لكم بزاف، بيزو لكم كاملين، وبسلامه عليكم اختي. مشرب اتاي